حياكم مرة ثانية، معكم أخوكم عبد السلام، وحياكم مرة ثانية تختيم من الألدر رينج. إحنا وقف الحين عند لاند أوف ذا جاينتس، يعني ما دفنا نمشي نروح قدام، بس أنا بدي أوجه نورث عشان أروح الفورت اللي تقالت عنه هذيك ميليسن. أتوقع إنه هو هنا فوق. أنا لقيت شيء وأنا قاعد أستكشف، لأن قعدت أتمشى هنا لقيت الدرع حق الرونن باختصار حق ذاك الساموراي اللي مات. الحين اخذنا سيفه بس ما اخذنا درعه، لقيت درعه هنا اخذته وخلصت دنجن زياده كان فيها هذيك اللي حقت الموت، اللي عرفوا ذاك كوست العملاق اللي يقول وكلني موت وكلني الموت، فلقيت واحده منهن. وذكرت في شيء، ذكرت عندي كوست اللي الحين ما خلصت حقت شو اسمه ذيك الساحره اللي لقيتها سلنا، اللي الحين ما خلصت كوست حقتها، باقي لي هي خلصه. ما كلمتها انا صار لي فتره، فبدي اشوف شلون شو النظام معه. راح تجي هنا، انا لقيتها هنا المكان. هنا هذا هو. بعد حط تقدر تجي كذا. ورقينا فوق. هل هذه الفورت اللي قالتها؟ ستيج رايز روينز. اوكي. بس ما اتوقع انه اي. انت؟ اوكي خلنا نشوف. اخسا واضح المسخرة اللي قلت لدرجة حول اذا صرنا 14 سوي سامن. The seal was broken somewhere. Fancy spin? Oh. جل هذه أخته طلعت. نعم Glimstone Blade. Spell consumes less FP but oh. Okay. هذا لو بتمشي انت على نظام على بلد ساحر. اوكي هذه سايد ستوري ما دريت عنها انا. اوكي الحين خلنا نمشي من هناك مع الجسر. نورث هنا بس ما اشوف الفورت اللي قالته. هلا وش اخبارك؟ انا مسوي لك سمن. اكيد انا مسوي لك سمن قريب بس خلاص خلوهم، مو احنا بلازم نحرشهم احنا. اوكي The beast eye quiver. Okay. Magnetic. Oh, no.
اتوقع الفورت هذا تقصده الجرس. فاكسبت ستيل بول ديث روت فرست اوف فول داون باي ذا واي بيهولد داون. اوه اجل هذا هو الفورت اللي قاعد اكيد. اوكي بس وشلون انزل؟ في بونفاير قريبة، خكم استكشافنا هنا أول. أول الحمد لله. أوه الحمد لله لك يا رب. معليش خكم استكشافنا. أوه شفت قايلك في بونفاير. انا بس بون فاير ثم انا بنزل. عشان بس يعني زي ما تقول اقدر ارتاح انزل اخاف انزل ثم اوكي لازم الف المشوار ذا عشان ارقى. صار قروشة. بون فاير هناك بعد. اوكي المكان ذا يصرخ بوس. من هنا اجل لازم اروح. خلني برجع لم هذا حق ديثروت اعطيه ثم بشوف الساحرة ثم بعدين بنزل تحت هذاك. سم الله نزل وحوش باقين. جرانك بيست كلو بيست تامر. اوكي خلينا نشوف بيتغير الدايلوج شيء بيصير له لو قعدت. نفسه ما في شيء. اوكي خلينا نرجع للساحرة هنا بشوف بس اذا تغير الدايلوج معه ولا شيء. ما في شيء. What's this sorcery, my apprentice? Ah, then you have seen Master Azure. Master Azure was a founding Glimstone sorcerer and my first teacher. A stern judge of men. But he must have seen something in you. You make us both proud. We can speak more later, my apprentice. في احد مات. If you recall, I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria. يب قلتي لنا. It was for attempting to restore the primeval current of Glimstone sorcery. The toothless pedantry peddled by the Carian royal family can rot for all I care. I want Glimstone sorceries that open our minds, unbound by terrestrial taboos. No matter what we give in return. My apprentice, I presume nothing. Teacher and student are not bound to tread the same path. But hear me out, my apprentice. I need your help to restore the primeval current of Glimstone sorcery. Perhaps this is a journey we could take together. Okay. Splendid. I thank you. This pleases me. It's been far too long since I found a fellow kindred spirit. You must have a fabulous teacher. I have a favor to ask. I need your help, my apprentice. Master Lusat is another founding Glimstone sorcerer.
and like Master Azure, he was banished from the Academy. Now he languishes in prison somewhere. My apprentice, can you find Master Lusat? With this glintstone key, you should be able to cross the boundary that encloses him. أظهرني عارف وين. I need him to restore the primeval current of glintstone sorcery. He's nigh a child of the stars, such as his body now. After his expulsion from the Academy, a place called Celia in the eastern Caelid Wilds. Yep, عرفت عرفت وين. I hoped it wouldn't be too much. هنا بالكيلد لقيته كان كهف. مشكلة. سيليا هايدوي. يب. أعتقد إنه هذا الكهف. لأن هذا الكهف من استكشفه يكشف فيه كريستالات كثار. ويوم قاعد تكتب في شيء قالوا لا اصلا هذا حق كويست. بس المشكله الحين وين نلقى هالباب اللي تكلمت عنه؟ او لا sacrifice twig. Oh, يجدعون أثرهم. سقطتني المفتاح ذا الحين لازم ألقى الباب. كان في ملكة هنا. اوكي الحين ندور لك الباب. ما ادري وراء على بالي مكان سري. ها هذا كانه مكان سري. بس ارجع. ما بعرف شو تسوي الكوست هذه حقته وش تعطيك الريورد بالنهاية. طب انا هنا حربت ذاك التماثيل. اي بيني اعرف شو النظام هذول بعدين. انا بكهف زي كذا. بكهف زي كذا الكهوف يعني حلو مرة ثانية بس بعدين تبدأ تصير مملة انك تكررها. خلنا نرجع بس للمكان حقنا. احنا حنوجهنا هنا، نبي نوجه هنا ثم انا بنزل. ابي اروح استكشف هذه لاني ابي العلامة حقت الاسانسير لانها بتفتح لنا مكان منطقة جديدة ويقولون منطقة مهمة عشان تكمل كوستات به. أنا سمعت خوي اللي يوم قلت له قلت وصلت هنا قال أخيرا يعني شفت شلون كنت تحرق الشجرة صح؟ قلت إيه. قال أجل خلص، احرص إنك تخلص كل شيء قبل ما تحرق الشجرة. معناته شكلي بحرق الشجرة وبوصل على أدخل على طول على الفاينل بوس. يلا. بسم الله. شوف غريبة هذا هنا مكان أبيض منور. يعني مو بأبيض شو اسمها أصفر. أوكي ظهر السبب ليه. كده لازم أرقى فوق ثم أكسرهن. ما ادري وراه قعدت صراحة. والله هو بيصير مزعج. كاست سول.
كاسل سول. الحمد لله شكله ال تطريق قاعد الافكت ها. انا في شيء لاحظته بالانترو، تخبروا بالانترو قالوا في ذا ديث بيت كومبانيون ذا لوثسم دانك ايتر وش كان اسمه هو جابوا طاري ذا ايفر بريليانت جولد ماسك. الوحيد اللي ما شفناه هورلو اسمه تشيفتن اوف ذا باد لاند، هذا الى الحين ما شفناه احنا. رجع بيجي ما نبقى احنا هناك لمه. كان سمعت واحد ثاني ياب شكرا. اوبس وش نطاقة ذا انقصت كده. طبعا دي عارف هل هنا في بوس من نهاية الكاسل. مغري اوكي سحبت عليه كل او لا اوكي اوكي فيه طيور حلو. الحين شو نسوي؟ نرجع. عطني السكاكين. الطيور ذولا ياكلون تبن. هم مو بسالفة انهم صعبين، هم سالفة انهم مزعجين وما يمديك تضربهم. يعني مزعجين هذا الشيء، ما يمديك تضربهم هذا شيء ثاني. هم باختصار كلابة ما يمديك تضربهم. اكيد لازم اجي من فوق. غريبة تقول كان القصر ذا فاضي، توقعت تلقى مثلا اوادم ولا شيء. في اشباح اوكي. معناته هو يعني مهجور ومسكون اجل. دن روين هذا شكله صنصير. اوكي انا قعدت اتفلسف ها؟ قال الفلسفة تنفعني. اوكي اعصار ثلجي. يعني الاعصار لحاله كان مزعج، الحين جوك ثلج. انقلع. شوف العيال الذين حاطين جريس اكيد يقولك ما عندك تفتح الباب. شو تقول الرسالة ذي؟ اوكي first off you don't have the right armor still no armor. طنشهم
likely item. Oh, great son, Frigida, son of soul, surrender yourself to the eclipse. Eclipseless. Grant life to the soulless bones. He eclipse. What an eclipse. Oh. What should I? Oh. بس كم احتاج في 30 غريبة. اوكي بعض الناس معصبين. نسيت انا اللي ذبحت نفسي. جت هو صم شلون هو انا مو بنا غلطت ونسيت، لا هو شلون اني انا ما ابي اعطيه يعني الوناس اني انا انه هو يذبحني. فا ايه فهمت، هذه خطتي. ايه انا ما انا بغبي الحمد لله. هذا اللي في الحقيقه وهي قدامه. اوتش انا ما ادري اذا قصد الميداليه تكون هنا ولا لا، بس خلنا نكمل استكشافنا. بسم الله. قلت اوه الرجال ذا سهل، فجاه اللي قلب علي انمي. اوكي قلت ها ها الرجال سهل مو هو بداري عني، الا فجاه فش طلع وراي وماي ونو شنديرو باختصار. اوكي القصر ده ما يمزحون. بسم الله. اوكي اوكي ناس قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله. الفاتر ذا خوفني. التكنيك ينفع. اوتش بعد شغل بيكم التكنيك ضبط. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمع صوت حد يمشي. اوكي اوكي فهمت انا الحين. لا او شيء ادخل اذبح اللي تحت افتك منهم، ثم بعدين بيجوك اثنين نايتس بيلعنونك. اوكي هذه خطه. بعد كل هذا اكتشف ان المفتاح مو بهنا.
هنموتهم عشان ما يصرخون. اوكي ممتاز، ذبحتهم من اوكي جا حركة. لا ابدا ما انا بخايف. انا مين البوس؟ Let there be friendship. لا تقول لي تو، لا تقول لي تو. Help me. Oh, Commander Neil. Oh, لا تقعد تستهبل علي. حلو اجي كذا نظامكم. اوكي اجي كذا النظام ها؟ اوريكم. اوكي اوريكم اوريكم انا. كذا نظام ها؟ انا نزلت اسانسير. ترى اسانسير ثاني ها؟ شكرا. عبال الصنصير هذا بس لا طلع اثر صنصير ثاني. طيب وينه ذا؟ يوم جيت شفت اول شيء قلت شكله بيستدعي نفسه زي العاده، لان اول مره حاربته استدعى ذلك الاشباح البسيطين الوحوش. ما ادري الا فجاه استدعى الاثنين نايتس. اوبس بالغلط. واحد ممكن تحدد عليه. اوكي يلا هذا وين بيوديني ذا الاسانسير الحين؟ اصبر هذيك الجهة اللي أنا رحت معها هي. طيب يمكن عشان ما نزلته. اوكي يلا كذا نظام هجرة بس اوريك الحين. سم ها بستدعي نفسي. كذا نظامك اجل يا اونيل. اوكي اوف ساتر. ترى هذا والميمك منرفينه ترى. باتشن بروستيريك
ترى هذا وهم منرفين الميمك، يعني ما هم يعني منرفينهم خلينا يعني يفهموا ضعيف. وين هذه فيتشرن بروستاتيك؟ يوشي هذه الا مخلب فيتشرن بروستاتيك ستون كيك. اوكي صار عندي قاعدة، هذا البوس اثنين بستدعي. ما اشوف ايتم ولا شيء. وين بديني، ذا فوق ولا تحت؟ لا فوق. يد ضرب ذيك اللي تولي سواها هي شالت طاقتي. لو واحد ضد واحد استدعيت لا، ما انا ببغى، انا ابغى مثلا يعني اذا اثنين لا بستدعي. نايس لقيته. Lord Mikala forgive me. The sun has not been swallowed. Our prayers were lacking. Your comrade remains soulless. I will never set my eyes upon it now. Your divine high tree. اوكي يا جل الحين لقينا الشجرة ورا في دمام. اوكي طيب نط. اوكي يا جل الحين خلنا نرجع لما الاسانسير. بس اصبر وين هي. اوكي سيكرت ميداليون. اتوقع نفس الدعاية. فكر بعدين ارجع استكشف القصر. ورا في قصر فوق. ايش كان ظلام؟ شو زي كان ذا؟ زي دارك سورس 2؟ دارك سورس 3 عفوا. سيك سمثينج انكريدبل. موسيقى الدنجن دي مرة ثانية. هيدن باث اهيد ذير فور تراي جامبينج اوف. دنجن. Hidden path to high tree. Okay, it's a dungeon. اخرته. انا انقهرت شوي. The peace die quivers. كان هذي عشان اخرته دنجن زي كذا. انقهرت والله شوي الصراحة. يجبني هو طاح ياخذ دامج وانا اكلت دامج. قاعد تتفلسف؟
بس انا والله شيء يقهر شوي، توقعت ربي يديني تنطيق ولا شيء، لا اخذته طلع وداني دنجن زي ذا. وانا الصراحه بديت ابقت الدنجنات ذولي، صرت ابقتها لدرجه اني اسحب على البوس. لو انا هنا مثلا ما في، لو انه ما قال لي ذا بيست اي كويفرز كان بدون مجامله ركضت على طول على البوس. اوتش، time for confidence therefore try jumping. اوكي وشلون مات ذا؟ رجع من هناك وطاح. طيب ساتر نفسه، ما ادري توترت شوي. Silver scrap. Okay, الحين. هذا كان يمشي وطاح. عندي حل. وش أسوي؟ هذه كنت إذا سويت بدارك سولز نسي أحدهم، بس إن شاء الله تضبط. شو اسوي؟ اضرب كذا، كنت ارمي اسهم شيء زي كذا عشان اعرف الطريق. شفت؟ زي كذا الحين هنا قدام طيحه. فالطريق من هنا هير. Look carefully. ممتاز. اوكي. زي تقول انا توترت شوي من ناحية الرسائل. ما في hidden path. Hidden path ahead حيوانين. اوكي اجل. ممتاز. هيروز رو هلو. جا او لا اصبر. اذبح الصغار ذول خلنا نفتك منهم. يا حيوان. Somewhere heavy door has opened. حلو. في هذا كت. على الاقل احنا عرفنا الطريق. شغلت شراين اوف ميركا اثري بدون ما ادري. اثروا هنا. تو شكلي انا لقيت شيء بالغلط واذا توصل بوست. نوب. ذا بيست اي كويفرز. خلاص عرفت ان ذا بيست اي كويفرز. حلو دعس ممتاز. ما شاء الله عليكم كلكم شاطرين. شكرا. هذه بون فاير. كونكريت سنو فيلد. اوكي. والحين شلون بشوف؟
انا والله انا ما اشوف شيء. انا ماشي قدام صراحة ولا ادري بو. والله انا ما اشوف شيء. يصبر لك على اوتش اوتش. لا 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 اوكي. ادعس ادعس الطريق. شلون مت انا؟ انا عارف ان حصاني مات بس انا وشلون مت؟ اوكي اتوقع كذا وصلنا لنهاية الفيديو. يعطيكم الف عافية على المشاهدة و الله يقويني هالحين. افكر صراحة اقطع انا ما اصور الفيديو وانا امشي لان المكان اكيد بيصير غثا. فيعطيكم الف عافية على المشاهدة. كما اخوكم عبد السلام ومع السلامة.